شاء الله بكره نبدا في اليوم، بكره بكره يعني هو بس اول اسبوع بكره اول حاجه يعني النهارده ان شاء الله هنكمل، بس كان في شويه فنون كده من الدوره دي امبارح هنخلص عليهم، هم بقى صغيره كده مش محتاجين حتى ان الواحد يعني عناء ان يكتب اسمهم على الصبوع. انا ما بقولوش الاكزام ده مبدئيا، بس الشيء اللي عارفين عنه كتير قوي من احنا كاتبين، يعني مين بصوره عشان عارفين منها اربع صفحات في البطن، احنا قايلين نص صفحه خلاص، وكلها سي بي 4 وسي بي 8 بس حاجه. مين بصوره هوا في الدوره الاثنين؟ ايه يعني الهوا؟ طبعا في اسباب مش منطقيه وفي اسباب منطقيه. ايه الاسباب المنطقيه؟ اكتر حاجتين بيعملوا هوا في الدوره الاثنين في الاطفال الدكاتره. ازاي يعني؟ يا اما ميكانيكال فنتليتر وانت معلي الضغط، يا اما عملت ريسسيتيشن بالانبوبات بضغط عالي. بس دول اكتر سببين. ممكن اي سيست او بوله او ابسس يفرقع ويعمل الكلام ده، لكن الموست كومن فعلا 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 ان يكون السبب تروما ياتروجينيك، يا اما ميكانيكال فنتليتر بالذات في النيونيت، بالذات في النيونيت، يا اما يكون السبب فيجرس ريسسيتيشن. فاكرين موضوع الانبوب؟ بس قلت لكم ان احنا على حسب الوزن او الكتف، قلنا صباع لو كيلو، صباعين لو 2 كيلو، 3 صوابع لو 3 كيلو، استعمال الانبوب في الاطفال ما يبقاش كده زي البطه، والا يحصل بايلاترال تنشن ديمو سوراكس. المهم ايه كلينيكال فيكشر ديمو سوراكس؟ ديسني او كف وتشيست بين عادي، والساينز بالظبط زي الديفيوجن مع اختلاف واحد. ايه الاختلاف؟ هايبر ريزونانس مكان البيزل سكولي دامج. اكس راي جيت بلاك ترانس ليوسنس سواد فاهم. طيب ايه العلاج؟ اندر ووتر سيل اسبيريشن لو كانت سيجنفيكانت اعمى. طبعا بدون تفاصيل في البطن، انت عندكم في تفاصيل. لو سيجنفيكانت بيستريس لو اكثر من 20% من هيمس وراسيت فوليوم لو نوت ريسبوند، في كلام كتير. احنا ما عندناش الحوارات دي. لو كانت الحكايه كبير من ايه؟ بنركب الاندر ووتر سيل. الاندر ووتر سيل بيبقى لايف سيفنج. انتوا عارفين يعني ايه اندر ووتر سيل؟ فاهمينه؟ اه. تعرفوا تركبوه؟ يعني مثلا دلوقتي لو في حد جاله ريمو سوراكس لا قدر الله، تعرف تعمل اندر ووتر سيل؟ اي دكتور لازم يبقى عارف الكلام؟ لانك في يوم من الايام هتركب اندر ووتر سيل ربما بنفسك، مش لازم تستنى بتاع قلب وصدر يجي يرتبه لك. يعني زي مثلا الحاجات دي بتبقى حدثه بالفعل، 3 4 صباحا عيل يفرقع على جهاز التنفس الصناعي يجي له ريمو سوراكس. هتعرف منه فرقع الاول؟ السابريشن عمال بينزل، الاكسجين عمال بينزل، الولد بيزرق، الاير انتري قليل، اكس راي بورتابل نيمو سوراكس، حتى من غير اكس راي بورتابل هتبقى واضحه اصلا، ايه اللي عمل صدمه الديتريوريشن يعني؟ خلاص هتعمل ايه؟ عايز تركب له انبوبه، لو ما ركبتش انبوبه فورا تنشن نيمو سوراكس تساوي ديس. خلاص هتعمل ايه؟ تصل على زميلك في قلب وصد، طبعا على ما يرد الساعه 3 صباحا، وعلى ما يجيبوا الانبوبه، وعلى ما يعقموا، وعلى ما يركبوا، كل سنه وانت طيب خلاص. ولذلك احنا بنتصرف فورا، بنتصرف ازاي؟ تقوم جاي مدخل ابره في التشيست الاول كده، حولت التنشن لاوبن نيمو سوراكس، وبعدين بركب اندر ووتر سيل. ايه الاندر ووتر سيل ده؟ حاجه سهله جدا. الابره الباتر فلاي اللي انا ركبتها دي او اي حاجه ليها مخرج يعني، بوصلها بالاندر ووتر سيل اليدوي المصري. في اندر ووتر سيل احنا بنعمله على ايدينا، تعرف تعمل اندر ووتر سيل؟ تعمل ازاي؟ ازازه محلول عاديه خالص خالص خالص، ماشي؟ اولا هنعمل فيها سكر. الثقب ده هدخل منه القسطره اللي واصله بالعيان، والقسطره دي بتبقى في حاجه في الاطفال اسمها باتر فلاي نيدل، يعني في ابره اسمها ابره الفراشه اوريدي طالعه القسطره، فانا كده ما عملتش حاجه، باتر فلاي وخرجت، رحت جاي مدككها في الانبوبه اللي مقفوله بس على قد الثقب البسيط ده، طرفها هيكون تحت الايه؟ تحت المحلول، تحت الميه، واقوم جاي مركب هنا سرنجه، سن سرنجه بس يكون واسع شويه، خلاص كده. ايه اللي هيحصل؟ الهواء هينتقل من البلوره لتحت الايه؟ لتحت الميه، يقوم ايه؟ يعمل بابلنج على بره. طب افرض البريشر انخفض جوه البلوره، ولا حاجه هو بتحصل ليه؟ لان المعز المائي هيمنع رجوع الهواء مره ثانيه، ولذلك الهواء كده ماشي في اتجاه واحد من البلوره الى الهواء الجوي بس. لازم اندر ووتر سيل تحت معز مائي، خلاص؟ طبعا ده انت بتركبه بتلاقي الحلق امبروفد جدا 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 جدا، والولد بدا يحمر والاير انتري يتحسن،
زميلك بتاع القلب والصدر بيجي يوم يركب انبوبه بجهاز محترم حاجه ارتفيشال كده، بس انت كده هنكسر العين حتى لو انت ممكن تسيبه الصبح بالمنظر ده مفيش مشكله. ده اسمه اندر ووتر سيل. كل دكتور في حياته معرض لو كان بيشتغل عنايه او اطفال او بطنه او ان هو يركب اندر ووتر سيل بنفسه. المهم دي اول حاجه. الموضوع الثاني النهارده اللي هو موضوع مش مهم قوي، يعني الهايدرونيموثوراكس او النيمونيموثوراكس او البايونيموثوراكس، اي حاجه فيها فلويد وهواء ايه اللي يعملها؟ انتوا واحد عنده انفيوجن جاي تسحب له الميه دخلت له هواء، واحد عنده بلط نيموثوراكس سحب له دخلت له، واحد عنده نيموثوراكس جيت تركب له اندر ووتر سي عملت له نيمو نيموثوراكس. او يكون الاصل المرض اللي رابشر فيه بص وفيه هواء زي ايه؟ لانج ابسس، راح جاي فرقع عمل بايونيموثوراكس زي ما بيحصل مع الاستكنيمونيا مثلا. المهم اللي عنده هايدرونيموثوراكس ايه الكلينيكال بيكتشر؟ كلينيكال بيكتشر اوف نيموثوراكس اباف اند اوف فلويد بلو، مش كده؟ ازاي يعني؟ نفترض ان الازازه دي هايدرونيموثوراكس، ادي الهايدرو واللي فوق ده الايه؟ ده النيمو، فوق وتحت زي بعض في كل حاجه الا في البركشن نوت، تحت فيه دارنس وفوق فيه هايبر ريجر. وتضاف تو ساينز كمان. الساين الاولانيه شيفتنج دارنس. ايه الشيفتنج دارنس ده؟ سي ان العيان قاعد خلاص عملت بركشن لقيت ان في دارنس عند الليفل ده، بعد كده في هايبر ريزونانس. طب لو نيمته كان عندي الفورس ريب مثلا لقيت نزل السكس ريب، لان الفلويد ايه؟ اتحرك. لو انا بدات وهو نايم وقعدته برضه هيتحرك، ده اسمه شيفتنج دارنس. الشيفتنج دارنس ما بيحصلش في الشيست الا في الهايدرونيموثوراكس او النيمونيموثوراكس او البايونيموثوراكس وهكذا. طيب في ساين ثانيه ما بتتعملش اسمها سكشن سبلاش. ايه السكشن سبلاش دي؟ دي ساين مفتريه بصراحه. تجيب العين خلاص تقوم جاي ماسكه فيعمل صوت تحط سماعتك تصدق فعلا في هواء على ميه سبلاش سبلاش ساوند. طبعا ده كلام فاضي ما بيتعملش. اكس راي اير فلويد ليفل وهنشوفها مع بعض طبعا عشان نشرح الاكس راي والعلاج بردك اندر ووتر سيل اسبيريشن. نبدا بقى موضوعنا النهارده، موضوع مهم جدا 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 جدا، مهم في الميديسن، مهم في البيدياتريكس، مهم في الحياه العامه اللي هو التيوبر. أو المرض ده مش كده؟ بالعربي السل أو الضرر أو التضرر مش كده؟ بالإنجليزي الأسماء كتير. King of diseases ملك الأمراض. Why this؟ الموت الأبيض على اعتبار إن الموت الأسود هو البليك مش كده؟ King's disease مرض الملك. إيه مرض الملك ده؟ يعني هو King of disease أوكي لكن King's disease آه، لأن كان زمان الناس كانت بتطفي القدسية على الملوك. لا سيما كان ملك انجلترا، يعني الكلام ده اتكتب عليه. كان بيعتقد ان الملك ده عنده القدره ان هو يدي الناس التيوبركيلوز ان هو يخففه من التيوبركيلوز. خلاص؟ اذهب عليك التيوبركيلوز. هتلاقوا الكلام ده ما زال موجود في كتب الجلديه. يعني ايه؟ في مرض في الجلديه اسمه سكروفيلوديرما، هتقروه اللي هيقرا فيكم جلديه للمرحله دي يعني عندكم في الاندر جرادنت. سكروفيلوديرما ترجمته باللاتيني شر الملك. ملك كان زعلان من واحد يعني واخد في نفسه شويه أه؟ خلاص خلص. الملوك زمان كانت بتقدر تعمل حاجات كتير، دلوقتي الملوك بيتقال عليها كلام ولا حد بيعرف يعمل حاجه. خلاص؟ المهم المرض ده مرض قوي جدا منتشر جدا حتى الان. بلدنا مصر بلد انديميك، كل الناس اللي قاعدين قصادي كان رجليهم كونتاكت بحالات تيوبركيلوز. كل الناس اللي قاعدين قصادي كان ليهم كونتاكت بحالات تيوبركيلوز لان كلهم قصادي خدوا رمضان عندنا. واحد يقول انتوا ما بتقولوش ليه؟ عشان مش نخوفكم يا جماعه، هنقلق الناس ليه؟ عادي يعني. من ثلاث اسابيع كان في عندنا حاله في الجنرال، كنتوا اجازه بس انا فلتت خلاص، كانت اوبن كيس كمان، لكن في النص كيسز موجوده كتير ماشي. عشان التي بي يعمل انفكشن محتاج لونج تايم اوف كونتاكت، فمش محتاج القلق ده كله عادي يعني. خلاص اتس اكرونيك انفكشوس ديزيز ذات كان افكت اني اورجان وذ ا فيري وايد رينج اوف كلينيكال برزنتيشن. تفتكروا التيوبركيلوزس ديزيز اوف وات؟ MCQ of the lung, of the intestine, of the brain, of the heart, of the bloodstream. Tuberculosis is disease of lymphatics.
لكن نظرا لان المايكوبكتيريوم تيوبركلوز بيحب الهواء فاكثر الاماكن شهره هي اللنج، لكنه ديزيز اوف ليمفاتيك سوبرتيري ممكن يوصل اي مكان. المهم اتس كوزد باي مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس ايزر اليومن او الموبايل بايب، واليومن طبعا هو الاهم بالنسبه لنا. مان از سسبتبل تو بوفاين تيوبركلوزس اند كاو از سسبتبل تو هيومن تيوبركلوزس. خلاص عشان كده في دكتور بيطري مسافر اشتغل في دول الخليج بيعمل له سكريننج شوف عنده حاجه ولا لا. As you are susceptible to them, they are susceptible to you. خلاص؟ ده البقر كده بتاع فين البقر كام دلوقتي؟ غالي. المهم مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس از اسيد فاست. الكحول فاست. ستريكتلي ايروبيك. باسل نوت. ويز هاي ليبيد. And the wax content in the cell wall and they can live intracellular. The organism ده عقدة. أولا البكتيريا دي لما تيجي تصبغها بالجرام ما تتسبخش. تقوم تضطر تصبغها بصبغات خاصة بحرارة بتاع بصبغة اسمها الزين لينسر. الزين لينسر تصبغها باللون الأحمر مش كده؟ تظهر بس اللون لونها حمر. المفروض ان اي صبغه في الدنيا لو انت حطيت عليها الكونسنتريتد سلفوريك اسيد او الكونسنتريتد هيدروكلوريك اسيد او الايسايد الفا المذيبات العضويه عموما المفروض الصبغه دي ايه تتشال. ده كونسنتريتد سلفوريك بنتكلم في حاجه جامده جدا. يجي تحط بعد ما يطلع عينك عشان تصبغها بساعه ولا حاجه وتحضر الشريحه لو حطيت عليها هيدروكلوريك اسيد او سلفوريك اسيد او ايسايد الفا او اي حاجه الصبغه ما بتروحش. يعني وانس ستاني زي ريزيست دي كالوريشن فيسموها ايه تصوم عن الاسيد وتصوم عن الالكهول فيسموها الصائمه عن الاسيد والالكهول اسيد فاست الكهول فاست. ده سر التسميه. ستريكتلي ايروبيك وده بيفسر حبها لللنج خلاص. باسل لوت ويز هاي ليميت اند واكس كونتنت ان ذا سيل وول وده بيفسر حاجه مهمه جدا. بيفسر ايه؟ هو الليميت والواكس اللي عندها اسمه مايكوليك اسيد. بيفسر ايه؟ بص يا جماعه معظم المناعه بتاعتنا بتتم ببروتيوليتيك انزايم يعني بعد الانجلفمنت عشان البكتيريا تتكسر عايزه بروتيوليتيك دي عندها ليميت واكس. البروتيوليتيك ده بيكسر مين؟ البروتين بلس الانتي بوديز اللي احنا عارفينها كلها تبع اي مجموعه؟ مين المجموعه الكبرى المسيطره؟ 99% البيتا لاكتام مش كده؟ البيتا لاكتام اللي هم بينيسيلينز وكيفالوسبورينز والمجموعه دي كلها بتشتغل على مين؟ على السيل وول بينيسيلين بايندنج بروتين خلاص؟ المهم تشتغل على السيل وول. السيل وول هنا عقده ما فيهاش بينيسيلين بايندنج بروتين اصلا فالانتي بوديز المتعارف عليها ما بتجيبش نتيجه. ولذلك هتلاقي ان المجموعه دي مشكله كبيره جدا وبتعيش جوه الخلايا امعانا في التحدي. ولما يعيش جوه الخلايا مش كل الانتي بوديز تعرف تعدي ايفن جوه الخلايا فبيعرف يستخبى ويعيش سنين دورمنت. اورجانيزم عقده مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس اسيد فاست الكحول فاست ستريكت دي ايروبيك بس اللايف وذ هاي ليبيد اند واكس كونتنت ان ذا سيل وول زي ليف انتراسيولر. طيب ايه هي طرق الترانزميشن؟ اشهر طريقه هي دروبلت انفكشن بس محتاجه كلوز كونتاكت الفتره. يعني مش مجرد مثلا واحد معدي كده في حاله كتير فيجي له، لا عايزه كلوز كونتاكت الفتره ويكون الحاله كمان اوبن اي دي كيس. في انجيشن، الانجيشن ده بيحصل من اللبن اكتر حاجه على فكره، اكتر حاجه بتجيبه اللبن والباسترايزيشن والميلك اتعمل مخصوص عشان خاطر التيوبركلوز اصلا ده كان الهدف الرئيسي منه. طبعا يجي في التونسل او في الانتستين لو كان انجيشن. تالت حاجه الكونتاكت، الكونتاكت ده يجي ازاي؟ غالبا ده اوكيوبيشنال هازارد. لمين ومين؟ لدكاتره المعامل ده واضح من اي نكره او للجزارين. لان الجزار طبعا شغال في السكينه كتير من البقر بيكون عنده تيوبركلوزس في البريست او في الاجر بتاعته في الضرع بتاعه وبالتالي ممكن وهو بيقطع البقره يبقى ايه كونتامينيتد بالكوفاين سترين فتعور جلده وتدخل في جلده وتعمل له اللوبس بالجارس اللي هتقروه في الجلديه. غير كده ممكن تيجي للبيبي من امه من خلال البلاسينتا لكن ده اكستريملي رير. عارفين ايه اكستريملي رير؟ اصل التيبي بس اللايف ما بتتفسحش في الدم يعني. عشان تتفسح في الدم بشكل كبير لازم يكون الام دي عندها ميلر وميلر تيوبركلوزس في واحده حامل هتموت هي والجنين. فكون ان واحده ميلر قال لا وتكمل لا وتخلف والواد ينزل عايش صعبه جدا جدا جدا. طب لو حصل هيبقى التيوبركلوز موجود فين؟ في الليفر. اشمعنى؟ لان ده اول مكان قصاد ايه؟ قصاد الامبلايكال فيت فيجي التيوبركلوزس في الليفر. المهم ديت الفرق السبريت بعد ما السبريد المبدئي بيحصل ممكن يحصل بعد كده هيماتوجين سبريد ممكن يوصل لاي مكان. فلو جيت سالتكم سؤال تعرفوا ايه هي البرايمري سايتس اوف تيوبركلوز؟ لانج ينفع؟ ينفع؟ تونسل؟
small intestine skin خلصوا lung tonsil small intestine والسكين دي الاماكن الاربعه اللي ممكن التي بي يعمل فيها البرايمري انفكشن او يعمل برايمري فوكال بتاعها. ايه هي الريسك فاكتورز فور تيوبركيوزس؟ ايه البرايمري؟ ايه هي الريسك فاكتورز فور تيوبركيوزس؟ اولا في فاكتورز للاورجانيزم نفسه زي ايه؟ النمبر والفيريولنس. والفيريولنس عاد مهم جدا. عاد مهم جدا ليه؟ لان دلوقتي في مالتيبل دراج ريزيستنت سترينز اللي بيعملها الاستعمال العشوائي للمضاد الحيوي. انتوا عارفين ادويه التوبركلوز مش كتيره اصلا. اخر دواء واخد لايسنس للتبي كان سنه 81 هو البيرازينامايد. اللي قبليه كان الريفامبيسين سنه 61. خلاص؟ فانت بتتكلم ان كل 20 30 سنه لما بيطلع لك دواء لعلاج التوبركلوز اصلا. الريفامبيسين ده دواء قوي جدا في علاج التبي، قوي قوي. وده من الادويه اللي خلت الكورس بدل ما كان سنتين يبقى 6 و9 شهور، عمل شورت اللي في الكورس غير جدا. المشكله ان الريفامبيسين ده عشان قوي جدا وعشان اورال في ناس كتير بتستعمله لاغراض اخرى، المفروض الريفامبيسين يتساب فقط للتبي وللبروفلاكسس اجينست المنجكتس. بس ما يعملش حاجه ثانيه، تلاقي دكاتره في الجلديه بيكتبوه عشان حب الشباب. بيحصل؟ ايه ده؟ ينفع؟ تلاقي في بعض الناس بتكتبه عشان اللوز، هو افكتف في اللوز؟ جدا. جدا مفيش حاجه زي الفيكس في اللوز مفيش ريزيستنس ليه. بس المشكله لما انا استعمل ريفامبيسين يا جماعه موبايلات لو سمحتوا دونت ستيميوليت مي اكتر من كده خلاص ليز الموبايلات. النهارده الجمعه بقى ويعني يعني كان يوم راحه المفروض وانا نازل فاوريدي مزاجي مقلوب فمش تقلبوه اكتر من كده لو سمحتوا. ماليش دعوه بيكم انتوا سنه خمسه انا ماشي. لسه فاكرين. انا عارف ان انتوا مطردين من الاول بس ده امر واقع على فكره. المهم كنا بنقول ان في مالتيبل دراج ريزيستنت سترينز الدكاتره بيتحملوا جزء كبير من هذه الريزيستنس. في قاعده بتقول لك دونت ساكريفاي ذا لاست لاين اوف ديفنس. دونت ساكريفاي ذا لاست لاين اوف ديفنس. مش يبقى عندك خط الدفاع الاخير ريكامبيسين وبيرازينامايد وتقوم تستعملهم في حاجات هبله في لوز. لوز ايه دي؟ ما ينفعش الكلام ده. خلاص؟ طيب الحاجه الثانيه في ريسك فاكتورز ريليتد للهوست ايش سكس ريس ريزيدنس حاجات كتير. الايش بيقولوا ان من 5 ل 15 سنه اسمه بولد الايش. الكلام ده عارم من الصحه. يعني لما تيجوا تبصوا على الحالات اللي بجد بجد في المستشفى هتلاقي فيه 5 و6 و10 و15 وعادي جدا. يمكن بره مصر الكلام ده في مصر الكلام ده مش مظبوط. سكس الميل اكتر من الفيميل ليه؟ شيشه ممكن الله اعلم الميل اكتر بس ان جنرال في الاطفال الميل اكتر برضه. خلاص تضيف لي يا جماعه برضه الميل اكتر اسمه نصيب مفيش تفسير. ثالث حاجه الريس النيجروز اكتر شعب في يعني اكتر شعوب العالم النيجروز خلاص الريسز دي فيها مشكله بيحصل لها اكستنسيف تيوبركيوزس ماركت كابيتيشن ماركت نيكروزس تي بي مينجايتس واكتر شعب مقاوم يكاد يكون ما بيحصلوش اليهود. يهود خلاص اليهود عندهم مشاكل كتير في الجينات لكن برضه عندهم حاجات ايجابيه من النقاوة اللي هم فيهم. خلاص؟ اليهود بيتجوزوا من بعض وبالتالي عندهم ريزيستنس عاليه جدا للتيوبركلوزس. من ضمن الحاجات برضه لو الشخص مناعته وقعت التنين بيجد فرصه. يعني انتوا عندكم في البطن كان يقول لك ايه؟ تيوبركلوزس فولوز دايابيتس لايك اتس شادو مش للدرجات دي يعني بس كومن مع الدايابيتك خلاص؟ واحد جاله ليمفوما كورونيك رينال فيلير بياخد كورتيزون اميون ديفيشنسي لاي سبب التيوبركلوز بيجد فرصه. اللي عندهم مال نيوتريشن زي مين؟ مرازمس والكواش والكور. عشان كده في الكواش والكور لو تفتكروا الكواش والكور ما بيعملش لا اسايتس ولا بلورال الا اذا وتش از كومن ان المناعه بتكون واقعه خلاص. دي ريسك فاكتورز فور تيوبركلوز. لو حد قال لك الايديولوجي هتقول له الاورجانيزم ايه الاول؟ بيدخل الجسم ازاي؟ ايه هي الريسك فاكتورز بتاعها؟ تعالوا بقى مع بعض نعرف حاجة مهمة جدا هي الباثوجينيسيس اوف تيوبركيوزس. هنقول بصورة حدوتة شوية هو ده اللي بيحصل فعلا جوه الجسم وفي الآخر هقول الكلمتين اللي عندنا في الباسيلار لو دخلت الجسم من المرة الأولى الجسم بصراحة ما بيكونش واخد خوانة خالص عادي افتكرها زي أي باسيلاي في الدنيا حاجة غريبة وداخلة خالص. طبعا أدي الباسيلار وأنا بعتذر عن اللون الأزرق طبعا بتكون لونها إيه؟ أحمر لأنها أسف خاصة عارفين القصة دي. طيب المهم الباسيلاي دخلت الجسم، الجسم أصلا مع أي باسيلوس بيعمل إيه؟ الطبيعي النيوتروفيلز والمونوسايت بتروح للمكان وبعدين بتقوم تعمل انجلفمنت ليها وتكسرها
وتعمل لها بروسيسنج وتخرجها على السيرفس بتاع الخليه وتكون لها انتي بوديز. المهم بتعمل مناعه ضدها وتكسرها تمام. تقوم تروح تحاول تبلعها فتبلعها عادي تبلعها. بعد ما بلعتها تقف زورها. ليه يا بعد ما بلعتها ايه الخطوه الثانيه؟ بعد تكون الفاجوسوم تطلع البروتوليتيك انزيم عشان تكسرها. ما تعرفش تكسرها يقوم الاورجانيزم يعيش جوه الماكروفاج وجوه المونوسايت يعمل بروليفريشن جواها من كل خليه تندهش. من اللي حصل خلاص المندهشين يترصوا جنب بعض. واحده مندهشه خالص يعني تلاقي الخلايا واقفه مرصوصه جنب بعض، الفشله واقفين جنب بعض، فشله وهكذا. الفشله اللي وقفوا جنب بعض دول مترصوا جنب بعض الرصه الحلوه دي لونهم باين. ايه لونهم باين؟ من قدر الفشل يعني لونهم مكتوب شويه عشان مليانين باسيلاي، والباسيلاي ما بتتسبخش من الماتوكسين بيوسين مش كده؟ مليانين باسيلاي ليه دلوز باسيلاي خلاص؟ طب لما يفشلوا يقول لك يمكن من التحت نبقى ايه؟ اقوى. انتوا عارفين جهاز المناعه اول ما يفشل يعمل الحركه دي يقوم يعمل له ايه؟ جاينت سيل. فلما يعمل جاينت سيل اولا اسمها لانجر هانز جاينت سيل. نعتذر بس عن ان في اي ار زياده في الكتاب، هي لانجر هانز مش لانجر هانز. اللانجر هانز جاينت سيلز. اللانجر هانز دي بتاعت البنكرياس، دي لانجر هانز عالم مختلف خالص ماشي. اللانجر هانز جاينت سيل فيها هورس شو ارنجمنت للنيوكليوي. وجود جاينت سيل اعتراف مننا بفشل جهاز المناعه زي ما قلنا قبل كده. فشل فشلت كده خلاص. الطرق العاديه في مقاومه الاورجانيزم فشلت. سبب الفشل ايه؟ انه مش قادر يفصله. يقوم يجيب القوات الخاصه بقى. مين القوات الخاصه؟ من القوات الخاصة بجهاز المناعة؟ الليمفوسايتس. بالذات ما يعرف بالناتشرال كيلر سيلز اللي هي بتموت وبعدين بتصرف، تموت وبعدين تشوف هو كان فيه ايه؟ جت القوات الخاصة اللي هم الليمفوسايتس. الليمفوسايتس هيجوا يحوطوا المكان. مانتل اوف الليمفوسايت، مانتل يعني ايه؟ طوق. اسمه الطوق الأمني مش كده؟ مانتل اوف الليمفوسايت. المهم تكون مانتل اوف الليمفوسايت تيجي تموته يبقى ما بيموتش برضه. تقوم تعمل ايه؟ تقوم تموته بالتيشوز اللي شايلاه. ماس ديستراكشن بقى خلاص؟ تكسر كل حاجه تطلع سايتوكاينز وتعزله تجيب فايبروزس حواليه فايبروس تيشو تقوم تعزل عنه البلاد سبلاي. فيحصل نيكروزس لكل التيشوز اللي موجوده في النص. وفي النهايه يبقى دي اسمها تي بي جرانيوما. ويتش از فورم اوف باي ا فورم اوف سنتر اوف كازيشن نيكروزس بسبب نقص البلاد سبلاي. سراوندد باي ايبيسيليويد سيل لانها شبه الايبيسيليا احنا مش ايبيسيليا خالص. اند جاينت سيل مونوسايتس اند سراوندد باي مانتل اوف ليمفوسايت اند فاينالي فايبرس تيشو. ممكن تلاقي ارياز اوف كالسيفيكيشن موجوده معاك. ده يا جماعه اسمها تيوبر كيلوما اور تي بي جرانيلوما بالترتيب اللي حصل. في الاخر انا عايزك تعرف تركيبها خلاص. تمام؟ جهاز المناعه بياخد فتره طويله لما يبدا يفهم التيوبر كيلوز ويرته ما فهمش. لإن بعد ما يفهمه بيبقى عنده ذاكرة سيئة جدا، ذاكرته السيئة بتبقى في صورة إيه؟ لما يجي لك البتاع ده يبقى دمره، ما تقعدش تلعب معاه تاني خلاص؟ فأول ما تبتدي يدخل الجسم للمرة التانية بعد كده لا تفاهم. لا تفاهم، يعمل إيه؟ المكان اللي وصلته التبيبة سلاي يدمره بالمكان. يعني تلاقي البرايمري تبي تلاقي فوكس صغيرة بس ممكن تنتشر لأن لسه مفيش مناعة. طب لما يحصل سكندري انفكشن ده ايه بيكال كافيتي قد كده في اللنج ومفيش لنفلوت انفولفمنت. ليه؟ في مناعه لكن في نفس الوقت في هايبر سنسيفتي جامده جدا عشان الذاكره المناعيه العجيبه دي مش كده؟ عشان كده يقول لك ايه؟ اميونيتي اند هايبر سنسيفتي ار دبل فيس اوف ذا سيم كوين. وجهان بعمله واحده خلاص؟ تعالوا بقى نشوف الباثولوجي. انا عندي البرايمري فوكس عباره عن ثلاث اشياء خلاص؟ ثلاث اشياء. الشيء الاولاني هو مين؟ هو الفوكس. الفوكس دي بتكون سب لورال. بنتكلم عن اللنج واسمها جونت فوكس اللي هي التيوب الكيلوما اللي احنا شرحناها دي. ابعد مكان في اللنج تحت البلورا. اشمعنى؟ لان التيوب الكلوز يعز حاجه ويكره حاجه. يعز مين؟ يعز او يكره الدم لان الدم هو اللي بيجيب له الليمفوسايتس دي. خلاص دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ده تيوبيركلوس ليمف ادينايتس وفي تيوبيركلوس ليمف انجايتس. ده اسمه برايمري بالمونري كومبلكس. قيس على كده اي برايمري سايت ممكن يحصل فيه البرايمري كومبلكس. يعني سي يا جماعه واحد جاله تيوبركلوس المكان ده كوتينيوس برايمري فوكس هنا خلاص ليمف نودز اكزيلري
وريمفانجايتس ما بينهم. واحد جات له في التونسيل يبقى اسمه برايمري تونسيلر كومبلكس او برايمري سيرفايكال كومبلكس. الفوكس فين؟ في التونسيل والليمف نود كده وما بينهم في الليمفاتكس فيها ليمفانجايتس. واحد جاله في السمول انتستين الفوكس في السمول انتستين الاول الميزنتريك ليمف نود بيسموها ديفيز ميزنتريكا على حسب البرايمري سايت. اللنج واخده شهره ليه؟ لان احنا قلنا ان هو ستريكتلي ايروبيك فبيعز اللنج شويه، لكن اي اورجان اي اورجان تتخيله ممكن الدي بي ياخده ممكن ياخد وقت. ايه نهايه البرايمري كومبلكس؟ نهايته غالبا في 90% من الحالات يمكن اكتر كمان يحصل ريجريشن في بروسس كالسيفيكيشن، ويفضل بعد الباسيلاي عايشه، بعضهم يفضل عايش جوه الماكروفيش. ممتاز فرصه ايه؟ ان جهاز المناعه يقع في اي وقت، ساعتها يحصل ما يعرف بالري اكتيفيشن تيوبلس. خلاص دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بروجريشن. بروجريشن في صوره سبريد او بروجريشن ليشنز نفسها. يعني سي يا جماعه لو ليشن زي الفوكس دي حصل له بروجريشن في اللنج مثلا هيحصل ايه؟ يا اللنج نفسها تتاخد يبقى اسمه ايه؟ نيمونيا. يا البلورا يبقى فيوجن او بايوسوركس. طب ليمف نود وضغط على البرونكس او عملت السريشن في البرونكس هتعمل ايه؟ على حسب. لو قفلتها بالكامل تعمل كولابس، لو قفلتها بارشري انفيزيما، ممكن في الاخر تفرقع وتعمل نيموثوركس. تمام. ولذلك تلاقي التي بي ممكن يعمل ايه؟ يعمل نيمونيا ماشي، فيوجن ماشي، كولابس انفيزيما نيموثوركس بايو نيموثوركس كل حاجه ايفن برونكيتس كمان. ولذلك تيوبركيروزس ماي سيميوليت ان تشيست ديزيز ممكن يجي في اي برزنتيشن تتخيله، ملوش حاجه محدده. ده البرايمري يوبرو. اما السكند اللي بيحصل في البطنه مشهور قوي الكافيتي سراوند باي فايبروزس، يعني بتاع البطن ده مش بتاعنا احنا، احنا بتاعنا ممكن يجي بايه؟ باي منظر خالص اللي هو البرايمري بالمونري يوبركيروزس. الدي بي ممكن يوصل الدم ياخد اورجن واحد ياخد اكتر من اورجن، ممكن يعمل تي بي بايرونيفرايتس تي بي مننجايتس فنسميه ايزوليتد اورجن تي بي، يا اما ياخد الجسم كله 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 فيسموه ميليا. ميليا دي جايه من ايه؟ من ميليا. ايه الميليا دي؟ سيدز. خلاص حبوب. خلاص لما واحد بيجي يبدر الارض خلاص بيمسك الحبوب في ايده وبيرميها، فتلاقي الارض كلها اتملت حبوب. هو الفكره كان التي بي بس الله رشقت في الجسم كله، اتزرعت في الجسم كله، حصل لها السيد اللي في الجسم كله فيسموها ميليا. يبقى البطن جينيسيس مره ثانيه، التي بي في البرايمري فورم بتاعته بيعمل برايمري كومبلكس، يعني فورم اوف افوكس، اللنج اسمها لونز فوكس سب بلورال، في اللور بارت اوف ذا ابر لوب اور ابر بارت اوف ذا لور لوب، انترفيننج ليمفانجايتس اند ذا ليمف ادينايتس. خلاص؟ فورم باي او فورم اوف سنتر اوف كازيشن سراوند باي اي بي سيليويد سيل، لانج هاند زاين سيل، ليمفوسايت، فايبروزس وهكذا. نهايته ايه؟ 90% في اكثر ريجريشن. باي فايبروزس اور كالسيفيكيشن مي بي دورمان فور لايف. بروجريشن مي اوكير ايضا من البلاد سبريت او من الليمف نود او من البرايمري فوكس نفسها. ادي الباثولوجي اوف تيوبركيوزس. لو جينا بقى نتكلم مع بعض عن دايجنوزس اوف تي بي، اول حاجه هتفاجئوا بيها ان احنا مش كاتبين الكلينيكال بيكتشر في الاول، كاتبينها في الاخر لانها مش مهمه. لان التي بي ملوش كلينيكال بيكتشر محدده. يبقى مش مهمه، يعني مش مهمه حكايه امتحان، انا برضه امتحان ما بيجيش خالص، انا ما جاش. لكن مش دي القضيه، القضيه ان هو ملوش كلينيكال بيكتشر محدده، يعني التي بي ممكن يجي بكحه ناشفه، يجي بكحه سبيوت، ممكن يجي بنيمونيا، ممكن يجي بتوكسيميا، ممكن يجي بلمفنود، ممكن يجي بمننجايتس، ممكن يجي بضياريه، ممكن يجي بكونستيبيشن، ممكن يجي ببلادي نوز، ممكن يجي باي حاجه. طالما ممكن يجي باي حاجه يبقى كلينيكال بيكتشر مالهاش لازمه. يبقى انت عايز سسبشن، السسبشن بقى يجي منين؟ اول حاجه هيستوري اوف كلوز كونتاكت، ده مهم. يعني دكتور او دكتوره نايبه صدر كان عندهم حالات تيوبركلوزس كتير. خلاص؟ عيل صغير وجده في المنزل كان عنده ايه؟ كان عنده تيوبركيلوزس، وهو ما بيحبش يلاعب حد من العيال غير الواد ده. الواد ده في الاخر ايه؟ خد نصيبه. واحد من ضمن الناس يعني ربنا يحفظكم جميعا يعني اللي بيشربوا شيشه وجوزه والحاجات دي. خلاص؟ فرايحين رايح بيقعد على قهوه فشرب او حاجه زي كده او بيستعمل الجوزه الطبيه هو واحد زميله، فيعني زميله جاله، فعارفين الجوزه الطبيه؟ اه عارفينها طبعا، الناس شكلهم عارفينها. الجوزه الطبيه دي عباره عن ايه يا جماعه؟ تلاقي واحد ايه كاتب اسمه على الجوزه وسيبها، بالله عليك الدكتور يعمل كده؟ يعني كاتب اسمه على الجوزه ما حدش يستعملها غير عشان دي جوزه طبيه، يعني خد بالك بتاعته. ما ينفعش. بتاعك بتحطها افلتريشن بقى، لا بقول لك جنب البتاع اللي بتحطها كمان تبقى بتاعتك انت بس. خد بقى تعمل جوزه لزوزه يا محمود، خد بالك.
المهم احد اهم اسباب انتشار التيوبركلوز في المجتمع المصري الجزري للاسف الشديد. عموما يا شباب مبدئيا بنقول ان لازم يكون في هيستوري اوف كونتاكت، الكوديم ما بيجيش من الهواء كده لوحده، لازم يكون في كونتاكت فعلي. ثانيا لازم يكون في فيتشرز تقول لك انه دي زي اثنين نايت واثنين لوس، نايت نايت سويتس لوس وابيتايت لوس اوف ويت الشهيره جدا. طيب بعد كده لو جات لك حاله في المستشفى وانت شكيت بشكل او باخر انها تيوبركلوز، ايه اول حاجه هتعملها؟ حاله لينفنود وانت شاكك انها تيوبركلوز، حاله شست وشاكك انها تيوبركلوز، حاله اسايتس وشاكك انها تيوبركلوز، ايه اول حاجه هتعملها؟ اول حاجه هنعملها هي انفلاماتوري ماركرز اللي هي سي بي سي سي ار بي اي اس ار. وهنقول بس دول نون سبيسيفيك خالص، اه نون سبيسيفيك خالص بس دي ار اجايد، بمعنى التيوبركلوز من الحاجات اللي بتعلي الاي اس ار اكتر من 100 في الساعه الاولى. لما انا اعمل اي اس ار ويطلع 5 ينفع يبقى كبير؟ لا ما ينفعش، لا تستقيم الامور، فكر في حاجه خلاص. فالاي اس ار اجايد، لكن لما اعملها الاي 120 اه يبقى انا ماشي صح، اكمل بقى في الانفستيجيشن المقرفه بتاعت التيوبركلوز. خلاص خدت بالكم من الفكره؟ يبقى الاي اس ار لوحده مش دايجنوستيك خالص، لكنه بشكل ما ممكن يخليك مبدئيا تستمع للتيجي. هو ايه الحاجات بقى اللي تعلي الاي اس ار اكتر من 100 في الساعه الاولى؟ لا مايتي قول روماتيك فيفر، اوكي تيوبركلوز ادينا اهو، لينفوما لوكيميا، كل الكولاجين ديزيز بقى عموما سيستميك لوبس روماتويد وات ايفر. خلاص يبقى الكولاجين ديزيزز لوكيميا واللينفوما واي ديستيميليتد مالينسي تيوبركلوز روماتيك فيفر، خلاص كل الحاجات دي تعلي الاي اس ار اكتر من 100 ملي لتر في الفيرست اور. طيب عملت الحاجات دي وطلعت فعلا عاليه، الخطوه الثانيه على طول اعمل تيوبركيولين تيست. واحد يقول لي بس التيوبركيولين ده ما عادش قد كده، هو بصراحه ما عادش قد كده بس اتعمل له ترجمه جديده فعاد قد كده ونص. التيوبركيولين ده قديم حديث، يعني عمل تعديلات في طرق علاج التيوبركيولين خليته دلوقتي بشكل كبير فاليد. تعالوا ما نشوف اصلا التيوبركيولين ده بيتعمل ازاي، يقول الكلام الجديد دلوقتي. التيوبركلين فكرته انك بتحقن ماده اسمها تيوبركلين، وده بروتين موجود في السيل وول بتاع التيبيبا سيلاي، لكنه للاسف موجود برضك في السيل وول بتاع الباسيلوس كالمنت اند اليورين باسيل. ده للاسف ممكن يعمل لك فولس بوزيتيف ريزلت. يبقى اولا احنا بنستعمل ماده تيوبركلين بيوريفايد بروتين ديريفاتيف اللي هي اسمها تاني تيوبركلين، مش بنسموه تيوبركلين تيست. الماده دي عباره عن بروتين بحقنه في الجلد بتاع العيان انترا ديرمال. خلاص؟ وبقرا الاختبار بعد يومين لثلاث ايام، اشمعنى يومين لثلاث ايام؟ لان ده تايب 4 هايبر سنسيتيف. اقرا الحمار ولا الدرنة؟ يعني اقرا الانديوريشن ولا الاريسيما؟ اشمعنى الانديوريشن؟ ليه مش الاريسيما؟ لان ده سيل ميديتد اميونيتي، فانا مستني سيلولر انفلتريشن. خلاص؟ ده سيل ميديتد اميونيتي، فانا مستني سيلولر انفلتريشن. بيتعمل ازاي الاختبار؟ في طريقتين، طريقه اسمها هيل وطريقه اسمها مانتو، احنا بنستعملها المانتو ميثود. ايه المانتو دي بقى؟ اولا طبعا لازم تبقوا عارفينها من دلوقتي. بنحقنه انترا ديربال بطريقه محدده. احنا بناخد كام وحده؟ بناخد 10، بناخد 5 وحدات يعني 1 من 10 مللي، 1 من 10 مللي دول يطلعوا قد ايه بالظبط؟ احنا عندنا في فايل كبير كده اسمه فايل بتاع التيوبركلين بيبقى معانا في الثلاجه، ولو طلع بره الثلاجه واتساب ساعه ولا حاجه باظ الفايل كله، ده من اسباب الفورس نيجاتيف التيوبركلين. المهم باخد عينه 1 من 10 مللي، احسبها ازاي دي؟ بالدقه. سرنجه الانسولين 1 مللي. خلاص؟ لو جبت سرنجه انسولين 100 تبقى متدرجه 100 شرطه. يبقى ال 10 شرط 1 من 10 مللي. فاسحب 10 شرط بسرنجه الانسولين. انا بقول لكم الكلام ده لان احتمال يبقى اخر مره تسمعوه، حتى لو كنت بتقول في سطر او نور اطفال. هنسحب العينه ال 10 مللي دول في سرنجه الانسولين وبعدين ادخل مماس للجلد. دخلت جوه الجلد مللي او 2 مللي، يعني الابره مماسه مش داخله بزاويه خالص، مماسه. دخلت جوه الجلد مللي او 2 مللي بعدين ابدا احلي. هلاقي ظهر البليب. فقاعه صغيره. ظهرت البليب يبقى انا انترا ديرمال، لان اصلا انترا ديرمال مفيش سبيس. فلما احقن لازم تعمل فقاعه، لو ما عادش فقاعه بقى احقن فين؟ سبكوتينيوس، يبقى الاختبار ملوش لازمه. اشهر سبب لفشل الاختبار انك تحقن سبكوتينيوس. فورس نيجاتيف على طول. المهم حقنت انترا ديرمال وظهرت لك البليب، فانت حقن صح، كمل الحقن بتاعك وبعدين.
ما تخرجش من الابره ابدا. استني بقى. ليه استنيت؟ انت لو خرجت كل اللي حقنته يطلع بره، لانك حاقن في كلوزد سبيس بتنشن عالي. استنى لما تفرش شويه خلاص، بعد دقيقه اخرج من الابره وروح اعلم بالقلم الجاف بتاعك واقرا الاختبار بعد 48-72 ساعه. هتلاقي الاختبار ايه؟ ايجابي او سلبي على حسب المجهود بتاعك. تمام؟ عرفنا ازاي بنعمله؟ عارفين ايه الاخطاء اللي لازم تقع فيها؟ انها تحقن سبكوتينس، او انها لما تحقن تطلع على طول، يهرب الحقن منها. ولذلك اكتر مشكله بتعمل فورس نيجاتيف تيوبركيول هي التكنيكال ايرور. خلاص؟ الكلام ده مش هتسمعه للاسف. هو الاكشن انت بتسبكوتينس فيها خلاص، ما تقدرش تمسك حاجه معاك في التيشوز، ما تدوس في التيشوز، انت عايز حاجه لوكاليزد جدا يا مدرب. خدت بالك؟ فالمشكله يا جماعه ان بتلاقي ايه؟ لما الواحد يجي يقول لحد كده من النواب تلاقيه عمل تيوبركيول قبل كده 15-20 مره، ايه؟ ده مش موجود. ده كله ده بيحصل، يبقى احنا اللي عملناه قبل كده كانوا ايه؟ مش مظبوطين، فنبقى احنا عارفينها من دلوقتي. تمام؟ طيب على اي حال التيوبركولين يبقى ايجابي بجد يبقى ايجابي كده وكده، يبقى سلبي بجد يبقى سلبي كده وكده. يعني ايجابي بجد؟ واحد عنده تي بي والاختبار بوستيف. طب يعني ايجابي كده وكده؟ فولس بوستيف. واحد ما عندوش تي بي والاختبار بوستيف، ده يحصل معاه ايه؟ مع الفاكسين اشهر حاجه او الاتيبيكال مايكوبكتيريا، بس الفاكسين اشهر. ودي مشكله، لان التيوبركولين الماده مش سبيسيفيك للباثوجينيك، الباثوجينيك والنون باثوجينيك الاثنين موجودين. طيب ايه اللي يخليه سلبي بجد؟ عادي. طب ايه اللي يخليه سلبي كده وكده؟ فولس نيجاتيف. اول حاجه تكنيكال ايرور، ثاني حاجه انفاليد تيوبركيولين. انفاليد يعني ايه؟ بايظ، طلع بره الثلاجه. الممرضه عمرها ما هتاخد بالها ان الساعه اللي بره الثلاجه دي في شهر 8 ممكن تخلي 50 تيوبركيولين تست باظه من الفايل كله. الفايل ده تاخد منه كل مره، بيكفي مرات كتيره جدا. خلاص 50 او 100 اختبار باظه. خلاص؟ اذا يا جماعه مشكله. الحاجه الثالثه ان تكون المناعه مش قد كده، او الجسم ما لحقش. طب المناعه مش قد كده مع ايه؟ اي ميون كومبرومايز، سواء كان عنده ميون ديفيشنسي كمرض او عنده مرض بقلل المناعه شويه زي الدايبيتس كرونيك ريتال فايروس انفكشن او بعض الانفكشنز الثانيه. حد يعرف انفكشن كانت ممكن تعمل ري اكتيفيشن للتيوبركيلوز وذ نيجاتيف تيوبركيلين تيست ميزلز والبرتاسس. خلاص مكتوبه نصا هناك في الاثنين. خلاص لانها كانت بتوقع جهاز المناعه. خلاص ولو في البري الرجيك بيريد، يعني ايه بري الرجيك؟ لسه ما حصلش رياكشن في الجسم، الجسم لسه ما تعرفش على، لسه انت بتحقن بدري قوي، لو استنيت اسبوعين ثلاثه كانت هيديك رياكشن. وفي البليري تيوبركيوتس، لان البليري هو قمه الفشل في جهاز المناعه. في البليري تيوبركيوتس بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه انرجي. كلمه انرجي عكس الالرجي. في البيلير تيوبركيلوز بيكون ذا بيشنت از انرجيك، ما عندوش اي رياكشن، لا بيصد ولا بيرد مع التيوبركيلوز. طيب الاول احنا لسه ما قلناش اصلا مين هو البوستيف والنيجاتيف، احنا قلنا في ترو بوستيف وفولس بوستيف، ترو نيجاتيف فولس نيجاتيف، لكن ما قلناش مين بوستيف ومين نيجاتيف لسه. بصوا يا جماعه زمان قديما قديما كانوا يقول لك لو اقل من 5 مللي انديوريشن يبقى نيجاتيف، اكثر من 10 مللي انديوريشن يبقى بوستيف، من 5 ل 10 يبقى ريبيت داوتفول، مش كده؟ ده الكلام بتاع زمان، الكلام ده بدا خالص. خلاص؟ دلوقتي في جايد لاينز جديده لقرايه البوستيف تيوبركيولين تيست. الجايد لاينز دي انا جايبها من فيشمان وكروزن، حطيتها في كتاب الاسم على طول كوبي اند بيست. فيشمان وكروزن ده اكبر كتاب بالمونولوجي في البطن. بالمونولوجي ده يعني كتاب تشيست، يعني اكبر كتاب بالمونولوجي في البطنه. خلاص؟ هم بيحبوا يسموها كده، اسم عجيب قوي. خلاص؟ ده اذا الكلام ده، وده منظمه الصحه العالميه عملت ريكومنديشن، ونيلسون برضه عندنا كاتبه بنفس الطريقه بس اسلوب وحش قوي بصراحه، فحبيت اجيبها من فيشمان وكروزن بتاع البطن احسن. ده ديفينيشن اوف بوزيتيف تيوبركيولين تيست. قال لك ايه؟ قال لك ما ينفعش اقول 10 مللي على اطلاقها او 5 مللي على اطلاقها. الحالات بتختلف عن بعض، في واحد اميونو كومبرومايز كتر خيره قوي لو عمل 5. خلاص؟ في واحد مناعته كويسه ده عايز له 15 على الاقل. كل واحد بيختلف عن الثاني عشان ان انا اقول ان كان بوزيتيف او لا. فقسموها ثلاث مجموعات. قال لك في واحد 5 مللي كفايه تقول عليه بوزيتيف. وناس ثانيه 10 مللي كفايه تقول عليهم بوزيتيف، والباقيين على الاقل 15 عشان تقول بوزيتيف. مقسمها كام مجموعه؟ مجموعه من البشر 5 مللي كفايه جدا عشان تقول عليهم بوستر، ما تستناش منهم 10 او اكتر. ومجموعه ثانيه 10 مللي كفايه اللي هم بتوع زمان، ومجموعه ثالثه اكتر من او يساوي 15 مللي. المجموعه الاولى، المجموعه الاولى اكتر من او يساوي 5 مللي، ده بيحصل مع مين؟ مع واحد كلوز كونتاكت الاوبن كيس، او
لواحد هايلي سسبيشس سواء كلينيكالي او بالاكس راي او لواحد عنده اميونو ديفيشنسي مش اميونو كومبرومايز على فكره تعرف زي خلوص كونتاكت زي الطفل اللي قاعد معاه جده اللي عنده ايه اللي عنده اوبن تي بي. طب كلينيكال واكزامينشن بمعنى يا جماعه واحد جاي لك عنده نايت فيفر ونايت سويتس ولوس اوف ابيتايت ولوس اوف ويت وجيت تعمل له اكس راي لقيت فلافي كوتر اللي هنتكلم عليه بعد شويه شكله دي بي ونص ده كفايه عليه قوي 5 مللي مش لازم تقول 10 مللي عشان تشخصه خلاص يبقى لما يكون في سترونج كلينيكال اور اكس راي سسبشن خلاص خلصت. الحاجه الثالثه لو كان العيان عنده ميون ديفيشنسي. ميون ديفيشنسي بمعنى ايه؟ عنده مرض من امراض جهاز المناعه مش دايابيتس ومقلل المناعه مش واخد كورتيزون اصله فمقلل المناعه لا 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 مرض مناعه زي مين؟ زي الايدز اتش اي في خلاص؟ زي مولود بمرض نقص مناعه. حد يعرف امراض نقص مناعه واحد فيها؟ ومحدش يقول سيلكتيف اي جي اي ديفيشنسي مالوش علاقه بالموضوع. دي جورج برافو عليك. ايه بقى الكلينيكال بيكشر دي جورج؟ ميون ديفيشنسي ماشي. ايه كمان؟ ميون ديفيشنسي بقى بحاجاته بقى يعني ده تفسرهم لي دي بي واستياب والدريفت وبتاع هو ميون ديفيشنسي ها؟ انتوا قريتوه فين اصلا؟ في البطنه. فين في البطنه؟ لا الباثولوجي دي بس ها؟ في البطنه فين؟ البروكايت انتوا مش خدتوا اندوكراين لسه؟ معلش لو تاخد الاندوكراين هتروح الباراسايروسايد والباراسايروسايد. خد الاندوكراين جاوبه؟ في ناس من طلعه. في ناس زمايلك يا عمرو حاسين ان الريت اللي بياخد فيه هادي. فبيحاولوا يسبقوا يخلصوا يقفلوا كده يعني. خلي بالك. جاوب بقى عشان يديني رأيين دلوقتي. عابر المجموعة دي يا جماعة أكتر من أو يساوي 5 مللي كفاية. المجموعة التانية أكتر من أو يساوي 10 مللي كفاية. زي إيه بقى؟ زي الأطفال اللي سنها أقل من 4 سنين، لأن دول راحوا فين ولا جم منين؟ الحاجة التانية زي الناس اللي عايشين في إنديميك أريا، كل المصريين. أو اللي قعدوا مع ناس جايين من إنديميك أريا. يعني لو واحد مصري سافر إنجلترا قاعد معاهم بعد شهر كده ولا حاجه العيله دي خلاص كلها بقت ساينت خلاص اتعلم عليها خلاص كلهم بقى اكثر من او يساوي 10 مللي بدل ما الانجليز كلهم 15 مللي وانت طالع لا ده 10 مللي اشمعنى قعدوا مع واحد ايه جاي من انديميك. الحاجه الثالثه لو عنده مرض بقى كرونيك ديزيز زي ايه دايابيتس كرونيك رينال فيلير ليمفوما اي مرض من الامراض اللي بتاثر على المناعه مش مرض اميون ديفيشنسي كومبرومايز يعني خلاص ده اكتر من او يساوي 10 مللي كفايه خلاص. الاخر حاجه الباقيين بقى من البشر اللي هم صحتهم حلوه ما عندهمش ريسك فاكتور محتاج منهم كام؟ اكتر من او يساوي 15 مللي تمام. يبقى احنا كمصريين ان جنرال محتاجين 10 مللي ايه اللي لو كنا في المجموعه الاولى يبقى محتاجين 5 مللي كلوز كونتاكت او هايلي سسبيشس او حتى عنده اميون ديفيشنسي. ده يا جماعه انتربريتيشن اوف بوزيتيف نيوكليتيس الجديد مش على اخر جاي ده. اذا الاختبار ده قديم وحديث قديم في عمايله لكنه حديث في الانتربريتيشن بتاعه ممكن ينزل في الاكزام لوحده في المارس. تاني انفستيجيشن هنعملها تشيست اكس راي طبعا هلاقي ايه فيها؟ هلاقي في الاكس راي نيمونيا كافيتي كولابس فيبروزس نيموسوركس بايونيموسوركس امبايما اي حاجه طبعا بيعمل اي حاجه في الباثولوجي بيعمل اي حاجه في الاكس راي بس في حاجتين لما اشوفهم اي سميت يور كيروزس ايه الحاجتين دول فلافي كوتون ابيلوكس ده بقى راني كام حاجه ثانيه خالص في البرونكايتس خدت شيست بقى وحط عليه فوق تلاقي يا جماعه برونكو نيمونيا بالباتشز بتاعتها وطالع منها حاجه كده كزهر من خطر زي القط المنتوف شعر كده زي القط المنتوف خلاص. المنظر ده لما تشوفه يستقر في قلبك بنسبه 99% من الدول ما فيش غير حاجات نادره في الطب بتعملها بلموناري اسبرجيلوزس يعني لكن التي بي اشهر. الحاله الثانيه اللي تخليك تقول تي بي يعني
لما تلاقي اللنج على الناحيتين منقطة أبيض يبقى زي التلج المتساقط سنوك ليه؟ خلاص؟ المهم يعني ده اسمه الميليار تيوبركيلوز ميليار شادو فسواء الميليار شادو اصلاح في كتب ده هاي سجستيف تي لكن الاكس راي يت نوت دايجنوستيك اهي بقى لما الاقي اكس راي من دول واعمل تيوبركيولين تيست الاقي خمسه مني يبقى كفايه للتشخيص لانه كاتيجوري 1 خلاص حطوا الاثنين جنب بعض اهم حاجه طبعا هي المايكرو بيولوجيكال ستاتس لازم ان احنا نعزل الاورجانيزم طبعا عزل التيوبركيلوزس عقده يعني من اصعب الحاجات في الدنيا على المايكروبيولوجيست ان هو يطلع التبي بس بتاعه مبدئيا ولا عين هياخدها منين على حسب يعني الانس بيوتام بلاد سي اس اف يورين ستون على حسب مكان الانفكشن يجي في اي مكان لكن كومن ديسبيوت بيسبونهم سهل في الاطفال ولا صعب جدا صعب جدا فبياخدوه ازاي جاستريك اسبيريت 3 ايام متتاليه الصبح اول ما يصحى من النوم المريض تركب له راي يسحب السبيوتام اللي موجود في المعده اللي هو عمال يجمعه طول الليل وتوديه المعمل في المعمل يبدأ ان هم يعملوا سنترفيجيشن ياخدوا الخلاصه بتاعته ويسبغوه لمين؟ للزير نفسه لو لقوا باسيلاي كان حظهم حلو لقوا باسيلاي دايجنوستيك ولا مش دايجنوستيك؟ يعني هل لو لقيت الباسيلاي في عينه السمير اللي خدتها دي دايجنوستيك للتيوبركيلوزس؟ دايجنوستيك لقيت باسيلاي واحده خلاص وتحمد ربنا عليه خلاص ده كان واحد من الديزيز اللي في المايكروبيولوجيكال يقول لك disease is diagnosed only by direct smear خلاص disease is diagnosed only with direct smear انهم يقولون عشان تشوف بس اللاية واحدة بس في السمير محتاج ان يكون في المني 100,000 باسيلس فاكثر لان معظمهم بيتكسروا في البروسيس شيء كارثي فلو لقيت بس اللاية واحدة لازم تبقى اوبن تي بي كيس يعني ولذلك صعب في السمير انك تلاقيه لو لقيتها ستيك تو تي بي خلاص هعمل الحاجات التانية هعملها بس هعملها عشان كالتشر وسنسيتيفيتي مثلا لكن مش محتاجة عشان فيرزر دايجنوز خلاص انا شخصت خلاص خلاص بس لو لقيته بالدايركت سبير مقابلني يعني صراحة الواحد عمره ما شاف يعني خلاص ثانيا حتى انتوا ايام ما كنتوا في المايكرو قلت ليه الشرحه زقه خد لو سهم يسود يقول لك الباسيلس موجود عند طرف السهم ولا اي حاجه خالص يقول لك بص انا ما لقيتش ريحه زرقاء ومش شايف فيها حاجه وفي سهم موجود يبقى خلاص ديت ايه التيوبركيلوز لان فعلا بيبقى بصلاية واحدة طالعة بالعافية. ثانيا ازرع على ايه؟ كانوا بيزرعوا على لايف كالتشر هي مين؟ جينيا بيج عارفين خنازير غينيا؟ موجودة في المستشفى موجودة في البند اللي عامل في بيت الحيوان قطة الفيران اللي في الدور السادس خلاص؟ خنازير غينيا ده نوع شبه الفيران كده هايلي سسبتبل للتي بي يعني مفيش خنزير غينيا يحصل له ريجريشن وإلا كده يبقى بيستهدف بقى بعد ما حقنه ما يجرالوش حاجة لا كان بيجي له فيتال تيوبركلوز ويموت فكانوا بعد كده ياخدوا شريحه منه وبتاع طبعا الكلام ده ما عادش يتعمل ممكن ازرع بقى على مين؟ على الفاين جينس ميديا او على الباكتيك ميديا انتوا عارفين الكلام ده طبعا مين احسن روبنشتاين جينس ولا الباكتيك ميديا؟ يتكلم بقى يتكلم على اساس علمي لان انا بسال بقى ليه؟ اسرع في كام؟ الباكتيك ديتكشن سيستم ولا الوبلشتاين جينز الاثنين فيرسس بعض فيرسس ولا جينز فيرسس عشان هما فيرسس دلوقتي مش جينز وانا قصدي ان هو فيرسس ده بيطلع في قد ايه اسابيع 6 8 اسابيع كل شهرين 8 اسابيع وده بيطلع في قد ايه 14 يوم اسبوعين مين اسرع ده اسرع ده اسبوعين ده شهر ده شهرين ده يكون يعني العيان ايه خلاص دي حاجه الحاجه الثانيه هل البكت يغني عن الاستان جينسن شكل السؤال اللي جابه تبقى ايه لا ما فيش رغم انه اسرع مش كده ليه يا جماعه تعرفين اصلا ايه البكت ده البكت ده مش ميديا كده اقدر طبق وبتاع لا خالص ده عباره عن بروس فعلا تمام وبيطلع على حسب كميه انبعاثات الكربون دايوكسيد اللي طالعه في حاجه اسمها باكت ديتكشن سيستم يعني انا ما بشوفش الباسيلاي بعينيا ولا بشوف كولونز ولا حاجه ده انا كل اللي بحس بيه ايه كربون دايوكسيد خارج بيتقاس على حسب الليفل بتاعه بقى فيه باسيلاي ولا لا يعني ما فيش كولونز بتشوفها بعينيك طالما ما فيش كولونز بتشوفها بعينيك مش هتعرف تعمل اختبار للسنسيتيفيتي بتاع الانتي بايوتكس في الظروف دي مش ولذلك اللوبنشتاين جينس لسه ليه قيمه عشان هو الوحيد اللي بنعمل عليه الايه السنسيتيفيتي فانا بعمل ممكن اعمل الاثنين واحد عشان الرابيد دايجنوستس اللي هو الباكتيك
واحد علشان الرابيد دايجنوز هو الباكتيك، على فكره اسمه باكتيك ديتكشن سيستم احسن من باكتيك ميديا، لكن ده ميديا ميديا مش فكره. ثاني حاجه لوبنشتاين جينسن، لوبنشتاين جينسن ده علشان اعمل ايه؟ عشان اعمل سنسيتيف. واحد يقول بس معلش ولا مؤاخذه يعني سنسيتيف دي اللي بعد شهرين، هو العلاج استمر 9 شهور تقريبا تمام، معظم العلاج 9 شهور ممكن يبقى اكتر كمان. بعد شهرين من اعطاء المضاد الحيوي اللي بتستعمله في علاج التي بي ممكن الاقي علاج مش قد كده، هل ساعتها بقى اعمل مزرعه ولا من اول اكون عامل حسابي واعمل مزرعه؟ فمن اول اكون عامل حسابي، اصلا الشفت اللي بعمله في الانتي بايوتيك في التي بي بيكون بعد شهرين، فكده انا يعني مظبطين تمام. من 6 ل 8 اسابيع اكون المزرعه طلعت واعرف نوع السنسيتيفيتي ايه للانتي بايوتكس المختلفه. خلاص؟ يبقى اذا خدت عينتي اتفقتها مين؟ تسجيل نيرسن، زرعتها على الجينيا بيج ما عادش بتعمل، لوبنشتاين جينسن او الباكتيك ديتكشن سيستم. ممكن يعملوا بي سي اب. البي سي اب تفتكروا كويس؟ كويس. بيطلع يعني السنسيتيفيتي بتاعته عاليه ولا لا؟ عاليه جدا. يقول لك ده انت لو لقيت فراجمنت اوف اباسيلس جوه العينه كفايه. فراجمنت اوف اباسيلس جوه العينه كفايه. بس تلاقيها انت. يعني ايه تلاقيها انت؟ ساعات بيبقى التي بي مستخبى في مكان صعب انك تطلع حتى الفراجمنت دي. تيوبر كيلوما في البرين. خلاص بلاش كافيتي في اللونج بس كلوزد كافيتي. هتجيب منين ساعتها؟ ساعتها يبقى عنده تيوبر كيلوز وكل حاجه، وبالرغم من كده مفيش ولا حتى بس الله واحده طالعه. عشان كده البي سي ار كويس جدا، بس على الاقل يبقى فيه ايه؟ باسيلس واحده موجوده. في دي ان اي بروبز بتستعمل والفاش بتستعمل، لكن بصراحه احسن حاجه دلوقتي هي الكوانتي فيون. دي يو نو كوانتي فيون؟ كوانتي فيون ده بجد يعني سبحان الله تبعتهم يعني الناس كلها يعني ايه كانوا صحاب يعني جمعه بقى الصبح مش مركزين. هو ايه مشاكل الانفستيجيشنز اللي عدت؟ احنا عايزين نتناقش كده سويا يعني. ايه مشاكل اللي عدت؟ يعني ايه مشكله التيوبلتين في وجهه نظرك؟ انا عايز ايوه احمد اعمل لي نقد كده للتيوبلتين، اركض يا سيدي. يعني شوف اي حاجه وحشه قول لي. التيوبلتين نفسه ايه مشكلته؟ ده اول دخله، اول دخله قبل ما نتكلم عنه في فورس بوزيتيف وفورس نيجاتيف. اختبار لي فورس بوزيتيف فورس نيجاتيف اذا شكرا مش كده؟ طيب مايكروبيولوجيكال ستادز ايه اخطر عيب فيها؟ انك تعرف تجيب عينه فيها الباسيلار وده ممكن ما تحققش مش كده؟ فهم كان هدفهم ايه؟ يجيبوا حاجه بعينه سهله ونتائجها مؤكده وسريعه. ما هي لوبنشتاين جينسن مع باسيلار بسيطه جدا ممكن تطلع نتيجه بس بتقعد شهرين. عايز حاجه سريعه ونتيجه مؤكده وعينه سهله. كانت دي الفكره اللي عايزين يحققوها. خلاص؟ ففعلا وصلوا ليها، اتعملت مشروع بحث في الجامعه عندنا دلوقتي افيلبل في بعض المعالج، مش بتكلمكم عن شيء فضائي، ده موجود في البرج، بيتعمل في البرج بتاع الزقازيق، الكوانت فيرون ده. ايه الكوانت فيرون؟ قالوا احنا هناخد عينه دم. وات ايفر التي بي فين؟ هناخد ايه؟ عينه دم. يبقى اول حاجه العينه بقت ايه؟ سهله وفي اي وقت على فكره. خلاص؟ خدت عينه بلط وبعد ما خدتها فصلت منها الليمفوسايتس بتاعت الايه؟ الشخص السسبكت اللي عنده تي بي. افتكروا لو واحد عنده تيوبر كيروز في جسمه. الليمفوسايتس بتاعتي مختلفه عن الليمفوسايتس بتاعتي. يعني لو انا عرضت الليمفوسايتس بتاعت واحد سليم وواحد مريض لتي بي انتيجين بره الجسم، هل في فرق؟ اللي عارفه التي بي هتبدا تعمل ماركت بروليفريشن وتطلع كميات كبيره من الانترفيرون جاما مدمر. لكن اللي مش عارفاه ولا هتفرق معاه. طب واللي عارفاه من زمان هتطلع كميات اقل، عندها ليتنت انفكشن او كان زمان انفكشن وراحت. فحسب كمية الانترفيرون اللي الليمفوسايتس تطلعها اقدر اعرف. عندي ريفرنت شارت بقى. الكمية لو كانت اكتر من كذا يبقى بوزيتيف واكتف انفكشن. ولو كانت كذا يبقى ليتنت انفكشن، ولو كانت اقل من كذا مفيش انفكشن اصلا. خلاص؟ طريقة سهلة؟ يبقى الانترفيرون جاما ريز اسي بيعملوا ايه؟ ناخد بقى الاختبار بيتعمل ازاي؟ باخد عينة دم. باخد عينة دم بيفصلوا الليمفوسايتس اللي عايز يعرف بيتعمل ازاي يعني. وبيتحط جوه هجوم اختبار خاصة مبطنة بإيه بقى؟ مبطنة بتي بي أنتيجين، بس مش أي أنتيجين. لازم يراعى إيه في الأنتيجين المرة دي؟ إنه يكون خاص أونلي بالباثوجينيك باكتيريا. سبيسيفيك تو ذا باثوجينيك تي بي. ما يكونش موجود في الباثوجينيك باكتيريا في البي سي جي فاكسين، يبقى أنا ما عملتش حاجة. يعني لازم الأنتيجين ده
يكون خاص بس بالباثوجينيك بكتيريا. في منه انواع كتير، كوانتي فيرون جولد والستات، حاجات كتير قوي تجاريه من الكومبينيشن. اللي يهمنا الفكره ده تي في انتيجين، هحط الليمفوسايتس لمده 48 ساعه بس، وبعدين يقيسوا كميه الانترفيرون جاما المنبعثه وبتتحسب الاليزا. اسهل حاجه في الدنيا. الاختبار دلوقتي وصل سعره 200 جنيه فرخيص جدا. خلاص تخيل عينه عينه دم سهله وفي 48 ساعه يرد عليك. عيب الاختبار ده ايه الوحيد؟ عيبه الوحيد انه ما بقولكش التي في فين؟ دي بتاعتك انت بقى. يعني واحد بيكح هيبقى فين؟ واحد بيتشنج هيبقى فين؟ على حسب المكان بتاع الانفكشن. خلاص؟ ده اسمه كوانتيفيرون جولد او كوانتيفيرون نقاط انترفيرون جاما ليزر سيجنال. ده احدث حاجه في التي في، واتعمل مؤتمر من سنتين في الجامعه دعي اليه ثلاث فئات من الناس: اساتذه البطنه العامه، اساتذه الاطفال، اساتذه البطنه الخاصه صدر. وحيطه بكم. مش كده؟ وحيطه بكم خلاص. بطنه واطفال وبطنه غزه كمان. يعني سبحان الله اللي ده عامل الدعاوي دي راجل يعني استاذ. خلاص؟ كوانتيفيرون لازم تبقى عارفه، ده احدث حاجه في تشخيص الدنيا. عرفنا انفستيجيشنز اوف تيوبركيلوزس. طبعا يا جماعه الكلام ده استعملوه في الميديسن. يعني لما تلاقي فيه زله حلوه حطوها في الميديسن. خلاص؟ بس. ولو عندهم برضه زله حلوه حطوها لنا برضه. اعملوا انفورميشن. ماشي؟ خدوا بقى نفس عميق عشان العلاج بتاعنا. نعم. هقول بتصرف. حاجة واحدة بس هتختلف. شو بقى تبعها؟ بروفيلاكسيس اجينست تيوبركيلوزيس. يعني لو انا بحط الامتحان اقوم في بيبر 2 جاي سؤال واحد ب 10 درجات استاذ طالب متوسط بروفيلاكسيس اجينست تيوبركيلوزيس، تبقى كل الناس سعيده جدا. دي تبقى اربع سكور دول بس. لازم تشرحوا ايه بقى؟ تشرح موضوعين من بيبر 1. الموضوع الاولاني البي سي جي فاكسين بحذافيره، الموضوع الثاني اللي بترضع ترضع ولا ما ترضعش؟ فاكرين الكلام ده؟ دي الويس ماسك ودي الدي ودي ايه ودي الدي شهور ودي الكريم اللي احنا قلناه في الانفنت فيدينج. الاثنين دول لازم يتكلم. لو قال لك بريفنشن يتكلم. طبعا في 2009 جه سؤال في بيبر 2 بي سي جي فاكسين على طول مباشره. في بيبر 2 يقول لك ليه بيبر 2 ده فاكسينيشن بيبر 1؟ ما هو بيبر 2 بيبر ايه؟ بيبر 2 من غير اللي هو كده عشان في فلاش المعترضه هو كده. طيب تاني حاجه بالنسبه بقى للتريتمنت او كيس، اولا لازم نحسن الصحه العامه بتاعت البيشنت. ده زمان كان التي في بيتعالج في حاجه اسمها الايه؟ المصحه. اسمها كده مصحه. خلاص جايه من الصحه. كانوا بيعملوا ايه زمان قبل الايرا اوف انتيبيوتكس؟ كان بيقعد في الشمس يشم هواء ويشرب لبن. حتى تلاقوا مستشفيات الصدر والحاجات دي دايما في كل المناطق في حته بعيده في الهواء. خلاص؟ يشرب لبن ليه؟ هو اللبن مفيد طبعا بس ليه يعني؟ عشان الكالسيوم. يتعرض للشمس ليه؟ عشان فيتامين دي، وفيتامين دي ياخد الكالسيوم يعمل كالسيفيكيشن في الليشن. ده كان البيز مع رفع المناعه انه يخف. وكانوا بيعملوا شويه حاجات مآنزه الله بيها من سلطان زي كده بس سيرب الحاجات دي. ده بيجي لك منه كام يسد ايه ويرتب عليه. خلاص كده ما تعيش بالعين طبعا. دلوقتي في انتي بايوتكس. اول انتي بايوتك خرج للنور كان سنه 51 52 هو الاي ان اتش. ويبقى الاي ان اتش اهم انتي بايوتك. مفيش زي الاي ان اتش في علاج التيوبركيلوز. نبدا بقى نتكلم عن الفيرست لاين دراجز. الفيرست لاين دراجز في الاطفال ثلاثه، في البطنه خمسه، في الفارما خمسه. خلاص؟ الفيرست لاين دراجز في الاطفال ثلاثه، في البطنه خمسه، وفي الفارما خمسه. لان في تو دراجز صعب قوي استعملهم في السن الصغير، ستريبتومايسين وسامبيوتون. ففي الاطفال بيترحلوا السكند لاين عشان بس التوكسيس بتاعتهم عاليه في البيدياتكس. اول دواء واهم دواء هو الاي ان اتش. هنعرف عنه كلمتين زياده على الكتاب بره. الايزو نيكوتينيك اسيد هيدرازايد او الايزو نيازايد اول دواء خرج من النور لعلاج التوبكيلوز. ايه مميزاته الاول؟ ايه الميكانيزم اوف اكشن والفارماكو داينامكس بتاعه؟ اول حاجه الدواء ده انهبيتس مايكوليك اسيد سينسس. ده حاجه حلوه دي؟ ايه المايكوليك اسيد ده؟ السين وول. ده كانت عقدته السين وول بتاعه.
ده لما انت تكسر السيل وول تدي فرصه لدخول اذر تايبس اوف انتي بوديكس لجوه كينكت البروتين والموضوع ينتهي. حاجه ثانيه الار ان اتش بيقدر يعدي باس انترا سيلولار وبيكروس البلاد برين باري وراه وراه هيجيبه هيجيبه راح يستخبى في المينينجيس هيوصل وراه راح يستخبى جوه الماكروفاج هيدخل الانتي بوديك الوحيد اللي ما اقدرش استغنى عنه في علاج التيوبر كيروز والاي ان اتش ما اقدرش استغنى عنه. والسبب الرئيسي ان هو يعتبر اللي فعلا تيوبر كيروسايدال بتكسير السيلول ادي الميكانيزم في اكشن. طيب جرعته كام؟ يوسفني ان اقول لكم ان كل الانتي تيوبر الزراعه جرعتها 20 مللي لكل كيلو في اليوم كلها. في واحد من 10 ل 20، واحد من 20 ل 30، من 20 ل 25، من 20 ل 40، احنا نقعد نحفظ الكلام ده 20 مللي لكل كيلو. الدكتور حسن البنا نفسه هو اللي بيقول كده لان يعني حتى واحنا نواب يا اولاد ما تحفظوش حاجه هو 20 مللي لكل كيلو كله خلاص تمام فماشي هي ماشيه تمام 20 مللي بالكيش بردي وخلاص دي اول حاجه. طيب سايد افكت بتاعته كل واحد ليه نصيب من اسمه بصراحه ده اسمه اي ان اتش اي انتستاينال بروبلمز جي اي تي بروبلمز ان نيوروباثي اتش هيبات الموكسيد والنيوروباثي سببه ايه؟ ديبليشن لفيتامين بي 6 شود بي ادد وحده بتراقب يبقى انتستاينال بروبلمز او انتستاينال ابسيت نيوروباثي وهيبات الموكسيد. ادي الدواء الاولاني اللي ما نقدرش نستغنى عنه ابدا اللي هو اسمه تجاريا الاي تي بي خلاص. او في اي نتش في ريماكيور بتحط الاثنين مع بعض ريماكتين مع لاي نتش. الدواء الثاني هو الريفامبيسين. الريفامبيسين لما خرج في الستينيات عمل انقلاب بصراحه. يعني كان علاج التي بي قبله بياخد سنتين، ده لما نزل نزله لسنه ثم تسع شهور ودلوقتي كمان ممكن نعمل كورس صغير ست شهور. فالعلاج يعني اختلف قوي المده بتاعته. الريمكتان الريفامبيسين. الدواء الاول تيوبركلوسايد بقى. حد يعرف من فين وما كانش الريفامبيسين؟ اللي عارف يقول مش عايز اي افتكاسات. It inhibits DNA dependent RNA polymerase. قول RNA polymerase وخلاص. It inhibits RNA polymerase وبالتالي it's tuberculocidal برضه. Tuberculocidal برضه. بينهبت البروتين سينسز يعني بس عشان يشتغل لازم حاجه تفتح له الطريق. مين اللي هيفتح له الطريق؟ الـ INH. الريفامبيسين جرعته كام؟ 20 من كل كيلو. ايه السايد افكت بتاعته؟ هيباتو توكسيك زي معظمهم بلس مهمه جدا يبقى اي حد انفورم لان ده هو يجي يصوت لك من اللي بيحصل. اي بولي سكريشن وات ايفر ايه هو السكريشن هيحمر خلاص؟ هيحمر هيحمر خلاص؟ يعني انا كان في مره كنت يعني عازم ناس على الريفامبيسين في المستشفى عازمهم كنت انا مدرس مساعد فكنت كبير القعده فعزمتهم كان عندنا حاله مننجيتس سيبتك مننجيتس فكنا عايزين نجيب ريمكتان طبعا المستشفى مش هيجيب لنا الحاجات دي فلازم حد ايه بره يجيب للناس فجبت ريمكتان لينا وللنواب والتمريض وبتاع بدل العشاء خلاص جبنا ريمكتان كل حد خد كبسولتين وبتاع وكبسولتين الصبحيه. المهم تاني يوم كل التمريض جاي بيعيط كانوا بنات صغيرين لسه متعينين ومش عارفين الحكايه احنا نسينا اقول لهم بس التمريض عارفين طلعوا مش عارفين. تاني يوم كل واحده طبعا عند جايه فاكره ان عندها هيماتوريا خلاص بيبقى لونه صعب جدا خلاص. طبعا كلنا ان شاء الله وقت من حياتنا هناخده احنا بنتعامل مع حالات المننجايتس اكيد ايا كان موقعنا في الطب فهناخده في يوم من الايام. الريمكتان بيحمر كل السكريشن بالذات اليوم بيعمل ثرومبوسايتوبينيا هيباتو توكسيك وبيعمل ريد ديسكاريشن في السكريشن. اخر دواء في الفيرست لاين البايرا زينا مايت ميكانيزم اوف اكشن انهبيتد بروتين سينس هو انالوج للبيورينز عموما فهو انهبت البروتين سينس على اي حاجه. طيب جرعه 20 مللي لكل كيلو سايد افكت هيباتو توكسيك زيهم كلهم بس في حاجه مهمه اسمه يا جماعه اللي بيحكم بالسايد افكت فرامايد يعني في سلفونامايد رينج يعني بيعمل ايه؟ هايبريوريسيميا وجود فانتم متعودين سايازايد روزامايد دايازوك سايد خلاص اي حاجه في الاي دي تلاقي على طول ان بيعمل هايبرلوسيميا وجاون لانه عنده كومبيتيشن في السكريشن مع اليوريك اسيد فينزل هو في اليورين يقول اليوريك اسيد ما ينزلش يحصل هايبرلوسيميا وجاون.
يبقى ده البايرا زينا ماي واخر واحد في الفيرست لاين واخد لايسنس والكلام ده كان في الثمانينات. تخيل هنتكلم في 30 سنه عدوا مفيش دواء خد لايسنس. يعني حتى ابن الكينولونز اللي بيستعملوها من غير لايسنس بس مش مؤكد ان نتيجتها انها بقوه الادويه. سكند لاين دراجز في اثنين في السكند لاين دراجز ده هم مين؟ هم كل الفيرست لاين اصلا هم مين يعني؟ الامبيودول والستريبتومايسين. الجرعه الاثنين من البوليتين. طب اللي سامي دول دي سايد افكت خطير تحت سن 4 سنين فيري هاي انسيدنس اوف اوكتيكال ماكس. يعني هو عموما ممكن يعمل في اي سن بس تحت 4 سنين عالي جدا. عشان كده استعماله في الاطفال فيرست لاين صعب شويه الا اذا كانت اطفال كبيره 7 8 10 سنين. حاجه ثانيه الستريبتومايسين نيفروتوكسيك واوتوتوكسيك. تفتكروا احنا بنخليه سكند لاين ليه؟ عشان اوتوتوكسيك ولا عشان نيفروتوكسيك؟ هو بيعمل اكيودرينال فيلم اوتو توكسيك كمان اوتو لان الاوتو ريفرسبل النيفروتوكسيستي ريفرسبل اما الاوتوتوكسيستي ريفرسبل. ده ممكن ياثر على الكلام لما طفل صغير ياثر السمع بتاعه ممكن ياثر على الكلام يبقى ده ميوت. ولذلك احنا ما بنحبش نستعمل الستريبتومايسين في السن الصغير نيجي على حاجه مهمه جدا بيوجع. لو انت استعملت هتدي منه 60 حقنه عضل وبيوجع جدا. النقطه دي على فكره نقطه مهمه وانت بتكتب علاج للبيدياتكس. خلاص باقي الادويه يعرفوها اسماء ثيونامايد سايكلوزيرين بارا امينو ساليسيليك اسيد اسماء جاست نيمز. لكن يهمني الفيرست والسكند لاين. فيرست لاين كله يهمني سكند لاين يهمني الاثنين اللي بيستعملوا بالفعل ساعات من الجامعه. الريجيم بقى بيتم ازاي؟ الريجيم بتاع العلاج بيتم ازاي؟ تفتكروا ممكن استعمل الدواء لوحده منهم؟ طبعا لا الا في البروفيلاكسس الاي اتش يستعمل لوحده. تفتكروا ممكن استعمل اثنين في العلاج؟ لا. تفتكروا ممكن استعمل ثلاثه في العلاج؟ بالتاكيد اه. بدي مين ومين ومين؟ فيرست لاين بدي الاي ان اتش مع الريفامبيسين مع البايرا زينامايد. البايرا زينامايد بيكمل شهرين والاثنين التانيين بيكملوا 9 شهور كاملين. يبقى اول شهرين تدي كام دواء؟ 3 اي ان اتش مع الريفامبيسين مع البايرا زينامايد. خلاص بعد ما الشهرين يخلصوا بتكمل بالاي ان اتش والريفامبيسين بس طبعا جايد بايز كلينيكال ريسبونس. خلاص انا بستعمل 3 ادويه. ممكن احط دواء رابع لو كانت الحاله طلعت المزرعه انها ريزيستنت. لكن غالبا 99% الاغلب الظن في الاي بي اللي بيجي في الاطفال بيستجيب كويس على التريبل 7 ما بنشوفش حالات فيلر. يبقى اي ان اتش مع الريفامبيسين مع البايرازينامايد اول شهرين 3 ادويه. السبع شهور اللي فاضلين من التسعه هيكمل بدوين بس اي ان اتش مع الريفامبيسين. طيب هل ينفع استعمل الكورتيزون في حاله هل ينفع يبقى في انديكيشن استرويد؟ ده كتير جدا. وات ار ذا انديكيشنز اوف استرويد سيرم؟ اولا نستعمل برينيزون او برينيزولون 4 ل6 اسابيع بالجرعه المعتاده. طيب هنستعمله امتى؟ انا هقول لكم الانديكيشن وانتوا تقولوا لي ليه؟ يعني لما اقول لكم في التيوبركلوس مينينجايتس ليه؟ لان بيحصل ادهيجنز تعمل ايبيليبسي تعمل هيدروكيفلس تعمل كرينيال نيرف بروبلمز ادهيجنز رهيبه. اكثر نوع من انواع المينينجايتس بيعمل ادهيجنز لازم ياخد كورتيزون. ثم اللي عنده تيوبركلوس مينينجايتس ليس لديه ما يحصل. لو عاش يعيش كويس. لا لو عاش اللي عنده تيوبركلوس مينينجايتس اغلب الظن انه هيموت. تاني حاجه تيوبركلوس سيروزايتس. سيروزايتس يعني ايه؟ بلوريزي يعني بيريدونايتس يعني بيريكاردايتس. اشمعنى؟ عشان الادهيجنز والفيروز. يعني يا جماعه لو واحد عنده بيريدونايتس والدنيا لزقت بقى ليس الانتستاينال اوستراكشن علاج الاموات على طول كذا عمليه وهيموت في الاخر. واحد جاله كوليستريكتيف بيريكاردايتس از ات كومن؟ واحد عنده بيريكارديال ريفيوجن كومن لو كان تيوبركلوس. انتوا عارفين طبعا ان الكوليستريكتيف بيريكاردايتس الموست كومن كوز اوف ايجنج ماسك. هاويفر التيوبركيوز از ذا موست كومن نون كوز. وبيقولوا ان معظم الحالات الايديوسيك كانت تي بي اصلا ما تشخصش. يعني يكاد يكون السبب الاوحد اللي نعرفه الكوليستريكتيف بريكاردايتس هو التي بي. خلاص؟ فلما واحد يجي له بريكاردايتس ما تقولوش لما يبقى كوليستريكتيف المرض المرعب ده
لو بيبقى manifestations of right sided failure او restricted cardiomyopathy بالظبط بلس ان علاجه بيريكاردونيكتومي حاجه عمليه هيموت فيها مش هياخد منها. ايه بيريكاردونيكتومي؟ هو خلينا بس بعدي لما ده يعدي. ولذلك بردك نفس الكلام ياخد استرويد ليس لديه ما يخسر. تمام. ثالث حاجه لو البيشنت التيوبركيوز بتاعه وصل الادرينال جلاند، لانه لو وصل الادرينال جلاند هيعمل اديسون وهنا التيوبركيوز هنا الكورتيسترويد فور لايف. طب ازيد كومن ان التي بي يعمل اديسون؟ التيوبركيوز از ذا سكند موست كومن كوز اوف اديسون بعد الاوتو ايميون ديزيز. ذا سكند موست كومن كوز هياخد استرويد فور لايف لانه طبعا حصل له اديسون. التي بي از ذا سكند موست كومن كوز بعد الاوتو ايميون ادرينالايتس. كانت زمان النسبة 70 30 دلوقتي 90 10، لكن على اي حال التي بي ما زال هو السكند موست كومن كوز اوف اديسون. يبقى برضه هنستعمل الكورتيزون. رابع حاجه لو كان في لينف نود كبيره وضغط على الميدياستاينم عامله ميدياستاينم سندروم لازم اقلل حجمها. واخيرا لو كان ميلياري تيوبر كيرو تفتكروا ليه؟ اصل الميلياري ده عنده كل حاجه، عنده السيروزايتس وعنده البلنجايتس وعنده كل شيء. كل شيء منهم خد كورتيزون في الاول. ان الميلياري ايه؟ الميلياري كمان ياخد كورتيزون. لما استعمل استرويد وشورت كورس لازم يكون اندر امبريلا اوف انتي تيوبر كلاس دراجز، لان احنا طبعا ما بنهزرش هنعالج التيوبر كلاس. في حاجات تانية احنا شلناها بصراحه ما رضناش نحطها لكم زي الكولابس سيرابي والحاجات دي اللي ما بتستعملش، وانا مش هنقدر نحكم بيها قوي خلاص. ولغايه هنا فعلا بيستعمل فول اب. ها تفتكروا الحاله دي تقعد تاخد علاج 9 شهور كده وخلاص يعني نون ستوب من غير ما اعمل لها فول اب؟ ولا اعمل لها فول اب اعملها ازاي؟ كلينيك مش كده؟ سبيوت اكس راي وقيس صاد. القيس صاد مهم جدا جدا جدا. ليه يا جماعه؟ لانه بيعرفك مقدار الانفلاميشن ايه؟ يعرفك انت فين؟ القيس صاد كان 130 بعد اسبوعين 100 70 50 40 30 20 10 خلاص ماشيين صح؟ رغم انه مش سبيسيفيك لكن بيقول لك انفلاميشن كنترول. قيس صاد اكس راي سبيوتم كلينيكال بس في ثلاث حاجات الناس فيها. الفول اب فكروا انتوا بيهم بقى. يعني يجوش انت الدكتور بتاعك ليه خلاص؟ انت خلاص انت ماشي؟ جالك عيل بعد ما خدت له العلاج بتاعك خلاص؟ فجالك بعد شهر لقيته كلينيكالي احسن اكس راي افضل سبيوتم جميل ما عادش في حاجه اس ار بينزل انت كده تمام ولا لسه في حاجه؟ شوف العلاج المنيل اللي كتبته ده عمل مشكله؟ شيل الهيباتا توكسيك واللي اوبتيك نيورايتس واللي واللي يبقى تعمل ايه؟ اذا من ضمن الفولو اب ليفر انزيمز من ضمن الليفر فانكشنز ان جنرال من ضمن الفولو اب سي بي سي ويوريك اسيد من ضمن الفولو اب فاندس اكزامينيشن مش كده؟ على حسب الدواء اللي انت بتستعمله لكن على الاقل كلهم هيحتاجوا ايه؟ ليفر فانكشن على الاقل كلهم هيحتاجوا ليفر فانكشن ده انتوا يعني يعني ان شاء الله لما تيجوا تدرسوا البوست جرافي تعرفوا ان احنا بندرس جداول للتعامل مع حالات الهيباتوكسيستي. لو البيروج وصل كذا يبقى الجرعه تخفض لكذا، لو وصل كذا الجرعه تخفض لكذا. خلاص مهم جدا نتعامل مع هذه الادويه بهذا المنطق، خلاص؟ يبقى الفولو اب، طبعا في فولو اب زي ما انت كنت بتقولي فعلا العيان ياخد الدواء قصادك. لازم دايركت يجي اوبزرفد سيرم او قصاد الزياره الصحيه طبعا قصادك او قصاد الممرضه، لازم حد بس يشوفه لان في ناس بتاخد الدواء وتروح تجيبه. بيحصل؟ بيحصل جدا. في ناس بتاخد الدواء وتروح تجيبه. مين حصلها رساله هنا؟ ايوه عارفين الكلام ده كويس. خلاص؟ ما هو الاطفال يا حبيب قلبي انت عارف اللي بيحصل يا محمود؟ الام هتجيب ابنها في ناس مثلا هيلاقوا ان هم في الرساله وفي الحصاله. وباخدوا الدواء من هنا وناس الدواء باخدوه من هنا. خلاص؟ فتفاجئ في الاخر اللي واخد الدواء مرتين ليه؟ مش كده؟ وعمرو اهو صحيح يا عمرو مش فاكر الواد اللي كنت ايه اللي حصل؟ عمرو في الاخر لقى ان هم بيدوا له اسماء ادويه الواد ما بياخدهاش اساسا. خلاص ده اطفال اصلا. يعني عيل صغير عنده 7 سنين ياخد سوبرافيت ليه؟ سوبرافيت بيبلعه زي كبسوله قد كده، بيبلعها ازاي دي؟ خدت بالك؟ يعني الحاجات دي الشريط اللي ريفن بيسيب ب 8 جنيه. يعني لو عيال شهر كامل ممكن ايه؟ يعمل من دول، ولذلك دايركت وسوبرافي زي ما انت بتقولي فعلا. خلاص؟ اخيرا في العلاج مش اخيرا يعني كده، خلاص؟ اخيرا في العلاج علاج التيوبركلوز بيكون علاج متكامل. علاج متكامل محتاج تضافر دكتور الصدر ودكتور الاطفال تضافر المجتمع امبروفنج الجنرال كونديشن محتاج فولو اب خلاص محتاج نفهم الناس خطوره المرض
نفس عميق جدا وطلعه كله يا محمود خلاص فورس فايتال كاباسيتي اسبوع يا مدير زي ما قلنا نعم ريست ريست ليه مش عايزين تروحوا تعرف لو قلت لكم ريست مش هتبقى نص ساعه انا مجرب وانتوا قاعدين انسايدو ريست انسايدو وداوت سبريت في ناس لو خرجت مش هترجع تاني خلاص ريست ليه حد شايف معايا غير في النيورو بقى النيورو حاولوا تلتزموا بالمحاسن ماي سبس مش شايف الشيست بعضها في اول الشهر
احنا تقريبا خلصنا كله خلاص مرض ولا التاني. فالفكره انك هتقول جاي كاتب الجدول ده لو حد قال لك كلينيكال بيتشر بالمره دي ده مش هيحصل. طب ناخد مكان ثاني انتستاينال تي بي. الانتستاينال تيوبركيلوزس ممكن يحصل بشكلين. لو التي بي جاب الانتستين للمره الاولى هيعمل ايه؟ ركزوا معايا بس انتوا ممكن تقلبوا الموضوع كله. لو جاب الانتستين للمره الاولى هيعمل ايه؟ هيعمل برايمري كومبلكس. اسمه ايه البرايمري كومبلكس؟ اسمه هيبس ميزنتيريكا او لو جاب المره الثانيه اسمه تي بي انترايتس. يبقى انا عندي المره الاولى اسمها تيبس ميزنتيريكا والمره الثانيه اسمها تي بي انترايتس. المهم يا جماعه تيبس ميزنتيريكا كان يسوسبكت كلينيكال بيكتشر ها برايمري بوكس ليمفنجايتس هتبقى المشكله الكبيره في الليمفنودز. الليمفنودز دي ممكن تعمل ايه في الانتستين؟ الليمفنودز اللي من بره اللي كبرت اوبستراكشن. فتلاقي العيان ده يجي لك بكولستيبيشن اكتر ولا دايركت خلاص وماس. الماس يبقى مكانها فين؟ كونستيبيشن اكتر حاجه يجي فيها وابدومينال ماس. الماس تيجي فين اكتر مكان لو انتوا جدعان؟ في الرايت الياك فوسا. لان اكتر مكان في ليمف نودز عند ال يو سي كان جانكشن فبيحصل الماس تتكون هناك في اكتر مكان لتواجد الليمف نودز. ماس في الرايت الياك فوسا وكونستيبيشن. التي بي يعتبر من اهم اسباب الماس في الرايت الياك فوسا محتاج للمركز الثالث. هو المركز الاول مين في الرايت الياك فوسا؟ ابنديكولار ماس. ابنديكولار ماس بتحصل بعد الانفيكتس. يبقى بيعمل من الاخر بقى ايه اللي بيحصل؟ يا ميزنتريكا يا انترايتس. طب الميزنتريكا اللي عايز اعرفه كونستيبيشن وابدومينال ماس. طبعا يا جماعه واللي يجيبوا تيبس ميزنتريكا وهو صغير لو عملت له اكس راي على بطنه في اي وقت من عمره هتلاقي فيه كالسيفيكيشن في بطنه لان البلوز اللي ايه؟ الكالسيفات. يعني حتى استاذنا الدكتور سعد منصور كان بيحكي على حاجه لما كان بره مصر فجاء عيب ابدومينال بين فقال يعمل له اكس راي فراح بتاع الاكس راي رد عليه قال له مالته بالفورين بوليز اللي زي ابدومين. ما طلعش فورين بوليز ولا حاجه طلع ايه؟ طلع الكالسيفايد للفنوز اولد تيبس ميزنتريكا. وما اللي عنده تي بي انترايتس احنا قلنا بقى لما التي بي يجي للمره الثانيه بيعمل ايه؟ ما بيعملش سبريد امال بيعمل ايه؟ كازيشن السريشن مش كده؟ هتلاقي يحصل له دايريه وما لابزوبش. فالتيبس ميزنتريكا معاها دايريه وما لابزوبش التي بي انترايتس دايريه وما لابزوبش اما الميزنتريكا ماس اوبستراكشن. وفي الاخر لو انت عرفت ان في ميزنتريكا وانترايتس شكرا مش لازم تعرف تفاصيل. اللي بعده تيوبركولاس بيريدونايتس. مش هضيف لكم حاجة على موجود في الميديسن أكيد يعني في درسينه في الهيباتولوجي في آخر صفحة ناقص تقريبا. التيوبركولوس بيريتونايتس في منه ثلاث أنواع يا الأسايتس يبقى أكتر من الأدهيجن فنسميه أسيتك يا الأدهيجنز أكتر من الأسايتس فنسميها أدهيسيف يبقى الاثنين مع بعض فنسميه فايبروكيزمس. يبقى أنواعه مرة ثانية يا أسيتك تايب أو الويت تايب تلاقي العين جاي لك بتنسى أسايتس يا أدهيسيف تايب يا اما يبقى ميكس فايبروكيزيس. محدش هيبص على الكلام ده لازم تبص على الكلمتين دايما في التي بي بيريتونايتس سواء عندنا او في الطب بيبص على الكلمتين. ايه الكلمتين؟ دوي سنسيشن واسوسيشن ديماس. بس دوي سنسيشن حط ايدك على البطن تحس انك حاطط ايدك على عجينه عجين واسوسيشن ديماس. جاي منين السوسيشن ده؟ الاومنتم لف على بعضه فراح جاي مديك جريتر اومنتم اي مين لف على بعضه فراح جاي مديك احساس السوشيال شيفت بس كبير جدا في الحاجه. التي بي بيريتونايتس يا ويت تايب يا ديس تايب يا ميكس ببساطه. ايه اهم حاجه؟ واحد دوي رقم اثنين السوشيال شيفت بس. اللي بعده ليكن تي بي مننجايتس. محدش يقراه دلوقتي لان احنا كده كده هناخد المننجايتس ان شاء الله بعد اربع حصص من دلوقتي بالظبط ان شاء الله. التي بي مننجايتس احد انواع المننجايتس القاتله. قاتله بمعنى كلمه بيعدي ثلاث مراحل. المرحله الاولى الناس بالسيتك والثانيه هيديك وبومتنج وبليرنج. ايه ده؟ انكريز انتر كرينيال تيشن كرينيال نيرف بورسس. المرحله الثالثه يموت. يعني المرحله الثالثه من كلينيكال بيكتشر انه ايه؟ انه يموت. وبالتالي النوع ده نوع سيريس جدا عشان كده احنا قلنا قبل كده الفايده الوحيده لاستعمال البي سي جي ماكسين انه يمنع حدوث السيريس فورمز اللي هي ميلري تي بي والتي بي مننجايتس. لكنه كبروتكشن ضد التي بي مش قد كده. خلاص؟
ميليري تيوبركيلوزس بالجمع يعني بالجمع هو ميليري في كل حاجه شيست وليفر وسبلين وهارت وبلورا ولا كل حاجه ما بيسيبش حاجه لكن اهم ما يميز الميليري كلمتين الكلمه الاولى ايه ميليري شادو الكلمه الثانيه نيجاتيف تيوبركيوليتس ميليري شادو والكلمه الثانيه نيجاتيف تيوبركيوليتس الصفحه دي مروا عليها مرور الكرام والكرام ما بيلزقوش في حاجه عايزين يعرف العنوان ويعدي يعرف العنوان ويعدي اللي قبلهم يحفظوهم كويس مرور الناس اللي هم الكرام يعني خلاص باذن الله هنتكلم عن تشيست هنتكلم عن تشيست المره الثانيه الاسبوع الجاي الحصه الثانيه الاسبوع الجاي ان شاء الله هنتكلم عن تشيست بكره ان شاء الله هنبدا نيورو باذن الله الحصه تبقى عنيفه وتقيله كلها يعني لغايه ما نسترد كده وعينا بعد الاجازه بتاع نص السنه دي حاسس انت لسه في محطه بوست مباشر نعم